اهلا بكم في ورشه معالجه لتصوير شلال الميه بفلتر اندي. وهنا اختياري لفلتر الاندي لان انت بتصور شلال الميه بالنهار ومحتاج ان انت تصور بشطر طويل، فلو صورت بشطر طويل من غير فلتر هتكون الصوره طبعا بيضه هاي لايت عالي جدا، لذلك يلزمنا نصور بشطر طويل وباستخدام فلتر الاندي. تعال نشوف مع بعض الاول اعدادات الصوره. الصوره كانت بزمن 30 ثانية فتحة 14 الايزو 100. دوس اي ثاني يلغي الاعدادات. دي الصورة بعد ما صورناها بالكاميرا. هنحاول احنا نظهر تفاصيلها شوية ونعالجها باللايت روم. طيب نمرة واحد، الصورة عندي واضح ان فيها شوية شادو زيادة، فيها هايلايت هنا زيادة. هبتدي امسك بالبيزك اول حاجة في اللايت روم وابتدي اعالج. لو جبت الهايلايت شويه شمال بيظهر لي تفاصيل اللي هي كانت موجوده في الهايلايت، هجيب الشادو يمين هيظهر لي التفاصيل اللي موجوده فين منطقه الشادو، ظهرت تفاصيلها اكتر. دي نمره واحد. نمره اتنين هبتدي اشوف الابيض والاسود. ادي الابيض بدوس مع الت بتظهر لي الشكل كده اسود كده. هبتدي احرك في المؤشر دوت شمال ويمين لغايه ما تبتدي تظهر لي تفاصيل، ظهرت التفاصيل. لاحظين والبلاك نفس الكلام برضو، هبتدي اعالجه كده دوست الت وابتدي اظهر برضو فين في التفاصيل، كانت موزونه الحمد لله. طيب دي اول مرحله. المرحله الثانيه هي ان انت تحاول يعني تلعب شويه مع الالوان، لان انت محتاج تبين اللون الاخضر ده بصوره زاهيه شويه. ممكن اروح هنا على القائمه ديت، هبتدي امسك اللون الاخضر اظهره شويه، هاجي على الساتوريشن اعليه، اللومينس برضه نرفع شويه عشان يبقى في الاخضر زاهي، واضح معايا اللون الاخضر بصوره احسن من الاول. طيب الازرق اعتقد انه كده كويس. هحتاج برضه ان انا اجي على قائمه الكيرف شويه، اعمل شويه هايلايت لايت قصدي اسف، العب مع القائمه دي شويه. لما رفعت اللايت شويه جاني فوق هايلايت، ممكن انزله من هنا. الدارك في اماكن دارك شويه زياده، الشادو ابتدت تظهر تفاصيل الصوره تبقى بصوره افضل. ممكن المنطقه ديت نعالجها برضو بالفرشه او بالقايمه الاداه ديت اللي هي الريديال فلتر الداريه. لو انا جيت طبعا قبل ما اشتغل باي اداه ادوس افكت مرتين تديني كل حاجه اصفار، وابتدي اشوف انا عايز اقصر فين. مثلا في المنطقه ديت، المنطقه اللي فيها هايلايت زايد شويه هغمقهم بالاكسبوجر نشوف ازاي تظهر لي التفاصيل. هنا الماسك عكس المنطقه اللي انا محددها، بعمل ايه سهله خالص، انزل تحت كده اقول له انفيرت ماسك، انفيرت ماسك. طيب ظهر لي التفاصيل في الجبل، بس للاسف دخل لي فين على منطقه السماء. ما تقلقش طبعا ان اللايت روم الجديد اللي هو بعد اللايت روم 5 ابتدى يعالج لك ان انت ايه لما بتعمل تأثير على مكان معين، ما تخافش ممكن تمسح أماكن محددة أنت مش عايز تعمل التأثير فيها. إزاي؟ زي ما أنت كده، أنت على الريديال فلتر دوت هتلاقي ليه، أنت كده كنت على إيديت. لو رحت على براش أنت لسه برضه على الفلتر، بس براش دي يعني ممكن تزود أماكن تانية أو تنقص. يعني لو بالفرشة كده جيت على مكان دوست هيديني نفس التأثير، ولو دوست الت هبتدي اعمل ايه؟ يمسح لي التأثير اللي انا زودته في السماء وانا ما كنتش عايز ازوده. لاحظ برضو ان انت هنا بتأثر ممكن بدرجات، يعني ممكن الفرشة اللي انا بمسح بيها ديت اخليها تأثر تأثير تقيل او تأثير خفيف. ازاي؟ اجي على الفلو بتاع الفرشة وانا دوست الت كده، وانا دوست الت من غير ما دوست الت الفرشة الفلو بتاعها خليه تحت شوية عشان خاطر يأثر تأثير ايه مش قوي كده. انا بمسح الاماكن اللي هي زادت معايا وانا بعمل بالريد الفلتر. طيب نفترض ان انا بنفس التأثير دوت عايز أأثر في مكان تاني غير مكان الدايرة، ممكن هاجي هنا كده مثلا وانا من غير الت بقى، لو دوست هنا كده هيديني ايه غامق شوية، صح؟ يعني ايه الهايلايت اللي هنا؟ طب انا لقيتها زياده شويه، ادوس الت وامسح. بمسح مش بمسح بالكامل لان انا عندي ايه؟ عندي الفلو بتاع الالت او انا بمسح كان ايه؟ كان قليل،
لو كان زيادة كنت همسح امسح خرب. اوكي هنا برضه بنتري بقت كده غامقه شويه، وانا ده سالت امسح كده اقول فتح لي دي كده شويه، لان انت او انا وانا بعمل التاثير زاد معايا الغمقان هنا. نفس الكلام برضه هنا ممكن، وعندي الشجره هنا كده كده ابتديت اعالج ايه الاماكن اللي فيها هايلايت زياده ولا حاجه بطريقه مانيوال. اعتقد كده بقت افضل. طيب طبعا انا بعمل معالجه سريعه. انا في حته برضه هنا وانا شغال لاحظتها فيها دست مكان الكاميرا او العدسه، ممكن اعالجها برضه بالاداه ديت اللي هي طبعا ايه بالسكرولا. بحاول اصغر او اكبر حجم الايه التاثير بمزاجي، وبرضه دي لها اعدادات فيها الفازر بتاعها ممكن اخليه 100%، لاحظ اختلاف، هتلاقي ايه التاثير ايه بيجي بالتدريج شويه. لو انت عايز لو السما عندك مثلا صافيه زي كده مفيش فيها سحب، ممكن تخلي الايه الفازر مش عالي قوي عشان يكون التاثير حاد شويه، براحتك جرب وشوف. انا هعلم عليها كده كلها مره واحده مش خايف، لان ما عنديش فيها سحب، اللون سوليد يعني تقريبا حددته كده بالكامل. هو بيختار لي اختيار عشوائي اماكن تاني، مكان تاني لاحظوا اختار مكان لغالي النقط اللي كانت موجوده في الصوره اللي هي كانت مضايقاني، مكان الدست الموجود فين في الكاميرا او في العدسه. في اماكن تانية ولا حاجه لو مضايقاني ممكن اشوفها بنفس الطريقه. اوكي خلاص كده فيت تو بيج، يعني دي الصوره بالكامل. اعتقد كده ابتدت الصوره تبقى جميله واضحه. ممكن برضو في تستخدم فلتر النك في ان انت تعمل مصدر اضاءه باتجاه تاني غير الموجود دوت لو حبيت. يعني اعتقد الصوره كده وضحت معلومه وبقت كويسه. يعني كل واحد فينا ليه تون وليه ذوق ممكن يزود او ينقص فيها. شكرا ليكم ولحسن استماعكم، واتمنى يكون الدرس مفيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.